كريم تحفظ الدار بأمرك يا عليم النوايا يا تميم المراجل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، لازال التواصل مع حضراتكم مستمر من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن انطلاقة المحلية الثالثة. يعلن في هذه اللحظة مشاهدين الكرام شوطنا 12 من أشواط هذا الصباح مع انطلاقتنا المميزة لسن الكبار وتحديات الكبار. ما شاء الله ينطلق شوط للزمول 6 كيلومترات. أعزائي المشاهدين هي من تحدد هذا الشوط إلى خط النهاية، ومن خلال هذه المسافة سنتابع هناك المنافسات الجميلة ما بين الأخوة المشاركين في هذا الشوط، بينما الأعداد متناثرة وكبيرة. هنا تنطلق ما يقارب من 873 اسم يندفع هنا بأجل الفوز والانتصار. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الجميل. نلحق هناك بالمقدمة والصدارة لنتابع أول الأسماء المنطلقة في مسار هذا الشوط وفي تحديات البداية. هناك دخان يأتي بأول ندى وينطلق مع البداية والصدارة الأولى لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني، يقدم لنا دخان مع البداية والصدارة. بينما المركز الثاني مشاهدين الأعزاء نتابع مع ثاني المراكز ومن ينطلق هناك أيضا ليحاذي دخان مع المركز الثاني وينطلق بانطلاقة ممتازة. الباز أيضا انطلقته جيدة وممتازة مع المركز الثاني لفرج بن طالب بن فرج بن هادي الغفران، يأتي مع المركز الثاني وأيضا ينطلق بثاني المراكز وبدأ يغير في هذه اللحظة إلى مقدمة الشوط. بينما المركز الثالث مشاهدين الأعزاء نتابع إسعاف مع المركز الثالث لفرج بن علي بن محمد المشروم المري. أما المركز الرابع فيأتي الوجود في هذه اللحظة مشاهدين الكرام، من اللي وصلنا هناك شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين مع المركز الرابع وخامس الأسماء الوجود في هذه اللحظة. مع المركز الخامس نتابع انطلاقة المختبر مع المركز الخامس لصالح بن فرج بن جابر بن ذيبان المري. هذه هي الخمسة المراكز المنطلقة التي تحمل أول ندى في مسار هذا الشوط، شوطنا 12 مع هذه الفترة الصباحية التي نتابعها مع انطلاقة الكبار مع سن الحيلة والزمول. ما شاء الله على هذا السن الذي يحضر فيه الامتاع وتحضر فيه المنافسة وتحضر فيه المتابعة. أيضا هنا من أرضية ميدان الشحانية ميدان التحدي لسباقات الهجن 6 كيلومترات تحدد مسار هذا الشوط، ومن خلالها هذه هي المنافسة الجميلة التي نتابعها ما بين الأخوة، ما بين هذه الشعارات الممتازة، ما بين هذه الشعارات الجميلة المزينة لأرضية الميدان. لا زال الباز يحمل الرقم 1 ويأتي بالمقدمة فرج بن طالب وفرج بن هادي الغفراني، يقدم الباز وانطلاقة الباز مع المركز الأول مع تحديات البداية، بينما دخان يأتي مع المركز الثاني لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني، يقدم لنا دخان وتحدياته مع المستوى الثاني ومع تحديات المركز الثاني. أما المركز الثالث فهناك الرقم 72 يتواجد شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين، يقدم لنا انطلاقة شاهين مع المركز الثالث. المركز الرابع بدأ يتقدم في هذه اللحظة الباز. يا سلام يا سلام يا سلام، محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة بدأ أيضا في التقدم الجميل نحو المركز الثالث. ننتقل بدورنا مشاهدين الكرام إلى خامس المراكز لنتابع إسعاف مع المركز الخامس الفرج بن علي بن محمد المشروم المري، يقدم إسعاف مع المركز الخامس ليكون النداء الثاني على مسار هذا الشوط. وما خلف الأسماء هذه الخمسة هناك أسماء متناثرة على أرضية الميدان، لكن هذه الكوكب الخماسية أخذت فارق مميز وبعيد ما بينها وبين بقية الأسماء. نتابع هذا الشوط المليء بالأعداد الكبيرة وبالإثارة الحاضرة هناك مع القمة. الباز 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 لا زال يحدد هذا الشوط ولا زال يأتي بالمقدمة، لا زال ينطلق انطلاقة ممتازة مع مقدمة هذا الشوط. لكن نتابع من بدأ في التسلل في هذه اللحظة، بدأ يغير من مركز
الباز الآخر، الباز الآخر الذي غير وانتزع مقدمة هذا الشوط لمحمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة، يقدم أيضا الباز ويخطف في هذه اللحظة الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني هناك أيضا فرج بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني يقدم الباز الآخر مع المركز الثاني، وادخان مع المركز الثالث الشهواني أيضا له حضور في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل مع انطلاقة ادخان على مستوى المركز الثالث لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني، ينطلق بانطلاقة ادخان مع المستوى الثالث مع تحديات المركز الثالث. أما رابع المراكز فهناك الذي يتواجد فيه إسعاف مع المركز الرابع، انطلاقته أيضا جميلة وتحدياته رائعة. المركز الرابع هناك إسعاف لفرج بن علي بن محمد المشروم المري، وخامس الأسماء الوجود من شاهين لمحمد بن سعيد بن محمد مطوع الخيارين، وأيضا أسماء بدأت في الاقتراب أشوفها وتابعها في هذه اللحظة، بدأت في الانضمام هناك نحو الصدارة والمقدمة. أشوف هذا السيل الجارف من سن الزمول، الله 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 الله، شوف هذه الأعداد الكبيرة التي تحضر وتشارك هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، ميدان عريق بأصالته. لكن نتابع هناك 1500 متر المتبقية من عمر هذا الشوط ومن تحديات هذا الشوط بقيادة الباز المحلق في سماء الشحانية، المنطلق هناك بالبداية بالصدارة والمقدمة. محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة يقدم الباز وتحديات الباز مع القمة مع الصدارة والبداية، والباز الآخر مع المركز الثاني بانطلاقة فرج بن طالب بن فرج بن هادي الغفراني أيضا يقدم الباز مع المركز الثاني، وهناك ادخان على مستوى المركز الثالث مع الشهواني. يتابع في هذا الشوط محمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات من وصلنا مشاهدين الكرام يحمل الرقم 87، الله 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 الله، نتعرف على هذا القعود فيما بعد بينما ننتقل إلى المركز الخامس. هناك نتابع مشاهدين الكرام من وصل في هذه اللحظات، ما شاء الله، شوف المنافسة، شوف القمة، الله الله على هذا الأداء الجميل. وصل رعد سعيد بن فهد بن سعيد الخديعة المري يقدم رعد في هذا الشوط، بدأ يغير إلى المركز الثاني. شوف المنافسة، احلو اللقاء، احلوت المنافسة، الصراع على ناموس الشوط والمعركة طاحنة مع هذا الشوط. الزمول المنطلقة بهدير الزمول هذا الشوط بنكهة الناموس، بدأ الرعد في هذه اللحظة. شوف القمة، رعد 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 رعد، يخطف ناموس الشوط، ينطلق بالبداية الأولى سعيد بن فهد بن سعيد الخديعة المري. يا سلام يا المري، ما المري ورعد، رعد والمري، هنا 300 متر الأخيرة، رعد 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 مع المركز الثاني، الحزم هناك مع المركز الثاني. علي بن عبد الهادي المشروم مع المركز الثاني، لكن رعد رعد هو ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظة، والمري الذي يقدم لنا هذا الإبداع الصباحي مع هذا الشوط. الله الله، سلام رعد، سلام سلام يا المري على هذا التقديم الممتاز. سعيد بن فهد بن سعيد الخديعة المري الذي يفوز بناموس هذا الشوط، تهانينا والف مبروك. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام هناك مع المركز الثاني، الحزم مع المركز الثاني لعلي بن عبد الهادي المشروم المري. بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث، وكان الحضور ايضا لبرقة لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. بينما المركز الرابع وصل مع المركز الرابع مشاهدينا مصيح العلي بن سالم بن فهيد الزبداني المري، وخامس الأسماء كان الوصول للباز لمحمد بن سالم بن محمد بن سالم بن محمد بن علي بن دوحة. هذه النتيجة مشاهدي الكرام، والخمسة المراكز أول الواصلين إلى خط النهاية. نعود للتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام، ساعة وصول رعد إلى خط النهاية محقق 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق،
و42 ثانية و8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسعيد بن فهد بن سعيد بن خديعة المري على فوز رعد في هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلنا مشاهدينا الكرام وصل الحزم في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و43 ثانية 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لسيد علي بن عبد الهادي المشروم المري. بينما المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث مشاهدين الكرام اللي هو برق وحقق المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و43 ثانية و3 أجزاء من الثواني. أيضا تهانينا لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. هذه النتيجة مشاهدي الكرام. وأيضا شوطنا 13 ينطلق، واحد الزملاء يتابع لكم أحداث هذا الشوط.